بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بدنا نبدأ بشرح الكنترولر اللي هي عبارة عن مادة السكند. أول إشي بدنا نبدأ بالبي أونلي كنترولر. طبعا معادلتها عندي أنا السي نوت إيكوال باياس بلس ماينس الكي سي في الإيرور. طبعا هاي إيش الرسم توضح لي كيف البيهيفير أو الريسبونس تبع البي كنترولر. انا بلاحظ انه في عندي بضل ايش اوفست. اذا الاوفست موجود يعني البي كنترولر ما راح يشيل الاوفست او نوت ريموف الاوفست. النوع الثاني اللي هو بروبورشنال انتجرال، نفس المعادله بس بضيف فيه تيرم الكي سي اوفر تاو اي في التكامل الاي في الدي تي. هذا الريسبونس تبع السيستم بيظل يعمل اوسيليشن قبل ما يقترب لوين لعند الست بوينت، او ممكن يشيل الست بوينت لانه في ايش انتجرال، في عندي تاو اي وكي سي اكثر من باراميتر. انا في البي كنترول كان عندي بس الباراميتر اللي اقدر اتحكم فيه اللي هو البي الكي سي، لكن في البي اي كنترولر انا عندي كي سي وتاو اي، فبزيد التاو اي او كي سي اعمل فيها اوبتمايزيشن او بسميها التونينج زي ما بدي اعرف بعدين في مواضيع التونينج عن طريق الزيجلر ميثود والطرق الثانية والاوبن لوب كيرف. الان نروح على الايش البي اي دي. البي اي دي اللي هو بروبورشنال انتجرال ديريفاتيف كنترولر، سي نوت ايكوال بايس بلس كي سي في الاي بلس كي سي في تاو اي انتجرال اي دي تي بلس كي سي تاو دي في دي اي اوفر دي تي. طبعا هذا الانتجرال هو راح يعمل لي ريموف للاوفست يعني بشكل اكيد. شو بده يعمل لي الانتجرال؟ راح يعمل نفس الوظيفه الماضيه بس الاضافه هاي ذات الديفرنشال راح يعمل لي كت لاي اشاره تنزل تحت ايش الست بوينت. فنلاحظ انه ايش انه السيستم الريسبونس تبعه وصل عند الست بوينت وطلع لحد ما بده وين يوصل عند الست بوينت. ليش؟ لانه الديريفاتيف شال لي ايش اي اشاره راح تكون ايش تحت الست بوينت. الان بدنا نشوف الرسمات هاي، طبعا مش واضحات هيك 100%. طبعا انا هاي الرسمات بدي اعرف الاوبن لوب البي اونلي والبي اي اور البي اي دي. طبعا لما بدنا نشوف رسمه زي هيك هاي راح تكون ايش البي اونلي. طيب لما تكون الرسمة زي هيك الريسبونس تبعها هاي الرسمة هاي راح تكون ايش اللي هي عبارة عن البي كنترولر، لأنه وين في فرق بينها وبين الست بوينت هاي. طيب هاي الرسمة اللي تكون فيها الريسبونس هذا راح تكون البي اي. البي اي دي اللي هي الرسم اللي تكون الإشارة إيش كت تحت تكون بي آي دي. الآن بدنا ندخل بموضوع الكاركترستيك إيكويشن أو الستابيليتي. الستابيليتي نقدر نتعرف عليه من خلال الكاركترستيك إيكويشن. مع عندي مثلا هاي اللوب واي ست بوينت الجي سي الجي في الجي بي في واي جي إم. الآن كيف لما بدنا نكتب المعادلة اللي هي أنا عندي الواي إيكوال جي سي في الجي في في الجي بي على واحد بلس الجي سي جي في جي بي جي ام في الواي ست بوينت بلس الجي دي اللي هي عبارة على واحد بلس جي سي جي في جي بي جي ام. احنا شو الملاحظة اللي لاحظها؟ انه الكاركترستيك ايكويجن او المقام للديستربنس والست بوينت لهم نفس القيمة. انا عندي الكاركترستيك ايكويجن ايكوال 1 بلس جي سي جي في جي بي في الجي ام. طيب الان في انا عندي اكثر من ميثود عشان اعرف هل هو السيستم انا تبعي ستيبل اور ان ستيبل. ناو في عندي انا الروت، في عندي الراوت تيست والروت لوكس والدايركت سبستيوشن. بدنا نتعرف اول شيء على الروت. الروت انا فرضا عندي معادله الكاركترستيك هو جين 1 بلس جي سي جي في جي بي جي في جي ام، احللها اس ماينس بي 1 اس ماينس بي 2 اس ماينس بي 3. لازم تكون all root of c ايش have negative in real part، يعني انا الريال بارت لازم يكون ايش عندي
عندي نيجاتيف عشان السيستم ايش يكون؟ يكون ستيبل. يعني لو عندي انا المثال هذا، عندي الجي بي ايكوال 10 اوفر اس ماينس 1، الجي ام ايكوال 1، والجي في ايكوال 1، والجي سي ايكوال كي سي. لما اكتب الكاركترستيك ايكويجن اكتب جي سي اي 1 بلس ضرب الكل. الان 1 بلس 10 اوفر اس ماينس 1 في ال 1 في الكي سي، طلعت المعادله بدي اساويها بالصفر، فالمعادله راح تطلع معي انه بي ايكوال 1 ماينس 10 كي سي. الان بدي اطلع الكي سي، شو الفاليوز للكي سي تو بي سيستم ستيبل. لما بدي اساوي المعادله لازم تكون الكي سي اكبر من الواحد على 10 مشان السيستم يكون ستيبل، مشان الريل بارت بده يكون ايش؟ نيجاتيف. راح تطلع الاجابه ايش؟ بالنيجاتيف. الان بالراف تيست، الراف تيست انا عندي الكاركترستيك ايكويجن اس اي ايكوال اي نوت اس ذا باور ان بلس اي 1 اس ان ماينس 1 بلس اي 2 اس ان ماينس 2 بلا بلا. الراو ثري انا بدي ارتبهم، برتب اول شيء اي نوت، بعدين مش اي 1 اي 2 اي 3، لا مش اي 3 اي 4، بعدين على الكولوم شو اسمه الرو الثاني اي 1 A3 A5، بعدين بحط A capital 1 A capital 2 على B capital 1 B capital 2. طبعا كيف بدي كيف بدي اطلع انا شو بدي اطلع؟ بدي اطلع قيم A1 A2 B1 B2. لازم يكون عندي هاي الفاليو ايش؟ بوزيتيف. طيب خلينا نشوف كيف تطلع قيم ال A1. انا عندي الـ A1 equal A1 في الـ A2 minus A0 في الـ A3 على الـ A1. يعني انا عندي الـ A1 شو راح تساوي لي؟ A1 في الـ A2 minus الـ A0 في الـ A3 على اللي هو المحور تبعه، والـ A2 شو راح يساوي لي؟ A1 بالـ A4 والـ A والـ A0 بالـ 0. A1 بالـ A4 والـ A0 في الـ 0 على الـ A1. طيب والـ B1 شو راح يساوي لي؟ اللي هو A1 capital في الـ A3 minus A2 في الـ A1 small على الـ A1، والـ B2 A1 capital في الـ A5 minus A1 في الـ 0 على A1. إذا لازم يكون عندي السيستم كله إيش؟ بالبوزيتيف. لازم يكون عندي بوزيتيف عشان أقدر أحكي عن السيستم إنه إيش؟ إنه ستيبل. هاي في عنا مثال، هذا المثال أنا عندي هاي المعادلة الكاركترستيك إيكويجن لها، عندي S كيوب بلس 2 S سكوير بلس 2 بلس كي سي في الـ S بلس كي سي في التاو I. الآن بدي أعمل إيش؟ بدي أعمل بدي أشوف الـ stability بالراوت تيست. أنا عندي هاي A نوت، هاي A1 A2 A3. فلما بدي أرتب المعادلة أنا عندي A نوت مع A2 و A1 مع ال A3، A1 capital A2 capital B1 capital في ال B2 capital. فراح تصير عندي المعادلة بدي أطلع ال A1 وال A2 وال B1 بال B2. الـ A1 هي عبارة عن 2 في الـ 2 بلس KC ماينس KC أوفر تاو I أوفر 2. الـ A2 2 في 0 ماينس 1 في 0 على 2 راح تساوي لي 0. الـ B1 A1 في الـ KC في الـ KC على التاو I ماينس 0 على الـ A1، والـ B2 إيكوال 0. الـ B1 راح تطلع لي إيش؟ KC تاو I، وهاي دايما أولويز إيش؟ بوزيتيف. أنا الـ A1 اللي هي هاي بدها أوبتمايزيشن، عندي المعادلة هاي المعادلة راح تطلع لي. لازم عشان يكون السيستم ستيبل لازم تكون عندي 2 في 2 بلس كي سي اصغر من الكي سي اصغر من الكي سي اوفر تاو اي. الان نشوف الطريقه الثالثه اللي هو الدايركت substitution. direct substitution ببساطة أنا بدي أعوض مكان الـ S اللي هي J أوميجا. بعد ما أعوض الـ J أوميجا أنا في عندي two parts real part
والايماجينري بارت، الريال بارت لازم يسوي لي زيرو، والايماجينري بارت لازم ايش بده يسوي لي؟ بده يسوي لي زيرو. في عندي كي سي التيمت راح يعطيني كي سي التيمت، وعندي التايم اللي هو بيريود ايكوال تو باي اوفر اوميجا. معانا هذا المثال انا 900 اس كيوب بلس 420 اس سكوير بلس 43 اس بلس 1 بلس 0.8 كي سي، بدي اعوض اس ايكوال جي في الاوميجا. طبعا انا عندي معلومه انه الجي في الجي ايكوال ماينس 1. طيب نعوض ماينس 900 لانه جي في جي ماينس 1 في جي ماينس جي ماينس 900 جي في الاوميجا كيوب ماينس 420 ماينس 420 اوميجا سكوير بلس 43 جي اوميجا بلس 1 بلس 0.8 كي سي. الريال بارت انا عندي الريال بارت اللي هو ماينس 420 اوميجا سكوير بلس 1 بلس 0.8 كي سي، والايماجينري بارت يكون ماينس 900 في الجي اوميجا كيوب بلس 43 جي اوميجا. الان بدي اسوي الريال بارت بالزيرو والايماجينري ايش في الزيرو. فانا عندي هاي المعادلة اللي هي الإيماجينري ماينس 900 جي أوميجا كيوب بلس 43 جي أوميجا يكون زيرو. بدي أخذ الأوميجا عامل مشترك، فعندي ماينس 900 جي أوميجا سكوير بلس 43 جي يكون زيرو. فلما بدي بعدين أنقل الطرفين راح تطلع عندي 900 أوميجا سكوير يكون 43. إذا الأوميجا هي عبارة عن سكوير روت 900 أوفر 43. الآن من هاي المعادلة أنا طلعت الأوميجا، فبروح بعوض الأوميجا في معادلة إيش؟ الريال بارت. فماينس 420 في 400 في 900 على 43 بلس 1.8 كي سي. طبعا هاي لأنه تربيع.